لا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. من هون بدأت القضية، من هون بدأت القضية. أصلا قصة الإسراء ليش تذكر هذه؟ ليش تذكر النبوءة؟ عم بحدث الأمة الإسلامية بعد 1400 سنة قصة بالضبط بالتفصيل مشان تفهم الموضوع. ولما جاب لك وعد الآخرة في البداية ووعد الآخرة في النهاية، في النهاية اللي بينهن افهم اللي بينهن، كله منتمي للموضوع، كله منتمي للموضوع ليشرح لك التفاصيل كلها وكيف بده يصير وكيف بصير. قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض مشان تحقق وعد إيش؟ الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة ما بتكونوش زي المرة الأولى من أصل واحد اللي هو يعقوب عليه السلام، لا، في المرة الثانية منجمعكم في حالة انتماعكم لأصول شتى واجتماعكم اجتماع ملتف ملتوي، جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا سواء. شو هو اللي آمنوا به؟ القرآن؟ طب هو أصلا بتحدث معنى القرآن الوعد. آمنتوا ما آمنتوش سواء، بده يحصل. أنو اللي بده يحصل؟ الوعد. لاحظوا اللي بدل أنه الوعد، كن قالوا بقصدوا القرآن. طب ما فهمنا، ما هو القرآن اللي جاي بالوعد، ما هو القرآن اللي جاي بالوعد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال راحوا فسروها أهل الكتاب. ليه؟ وين تقال القرآن عليه الكتاب إنهم أوتوا العلم؟ لا، هو قال عنهم آتاهم الكتاب. أصلا لو عندهم علم حقيقي بيسلموا، ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يكون الحمار عنده علم. إن اللي أوتوا العلم، الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله، ما لهم هذول؟ هذول لما بيحصل الحدث ومنقول لهم اقروا هاي الوعد هاي الحدث، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم هاي الوعد، هذا بعد الحصول، هاي الوعد شو مكتوب في القرآن؟ إن لاحظوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. شوف هذا إيش؟ هذا تعجب، تعجب، سبحان ربنا. إن كان وعد ربنا لمفعولا، هذا أثريته وعد الله فعلا بيحصل، أثريته الله بيفعل وعده، بيكون وعده، بيحقق وعده. الكلام عن الوعد، الكلام عن الوعد. لاحظوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى، من قبله، من قبل مين؟ من قبل تحقق الوعد، لما بيشوف الوعد متحقق. إذا يتلى عليهم، هاي القرآن هاي التحقق، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون، ويقولون سبحان ربنا. إن كان، إن يعني نعم، أثريته، أثريته، إن كان وعد ربنا لمفعولا، لمفعولا. شوفوا اللام، أثريته وعد الله بيحصل، الله إذا بيحقق وعده بيفعله، بكونه بيحققه، لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أنتم من الناس اللي بيكونوا راح يحصل معهم هذا إن شاء الله، ما هي مش بعيدة، ظنوش إنها بعيدة يعني. طيب تصوروا لما تشوفوا كثير ناس الآن سامع بالآيات والتفاصيل كلها، بما في حتى غير المسلمين، بما في غير المسلمين بيعلموا هذا الكلام، في ناس راح تسلم، وفي ناس اللي عندهم اللي عندهم فكرة سابقة إنه الإسلام بتكلم عن هذا الكلام من زمان، والقرآن بيقول لما بشوفوا الحدث وبشوفوا المكتوب ويخرون الأذقان يبكون. أصلا ليش يبكون؟ من الانفعال الشديد، تصديق بعد سنين طويلة، تصديق الرب للوعد اللي قال. كنا نقول وين الوعد؟ وين تحقيقه؟ وين بصير؟ وين بصير؟ لما تصوروا اللي بيشوفوه وبيشاهدوه وتحققوا بتفاصيله، وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. أيوة، لاحظوا،
القرآن عندما نزل نزل مشتملا على الحقيقة، لكن ممكن على فكرة أعطيك أنا كتاب يتضمن كل الحقائق ولا يؤثر في الواقع ولا يحق الحق في الواقع. لما يقول هذا الكلام في موضوع الوعد شو المعنى؟ المعنى أنه أنا نزلت حقائق وأنا منزل على المسلمين، كيف بعدين في النهاية يحق الحق في الأرض بما فيه الوعد هذا؟ الوعد هذا لأنه وراء مين الوعد هذا؟ هذا وراء أوروبا كلها، العالم كل هذا كله بده يخر. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا خلاصته، لأنه هو ببشر ناس اللي هو يعني مين مثلكم، وبنذر ناس صدقوا ولا ما صدقوا.